بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، متحدون ضد الفساد. ونحن من هذا المنبر ملك كتابة في قناة الأهلي أيضا نتضامن مع هذا الشعار. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 581 حلقة الخميس من ملك كتابة، حلقة تأتي في توقيت مهم. يكفي أن أنا أقول لكم بكرة الدوري، ولما يبقى بكرة الدوري وبداية موسم جديد يستهل بدعوة أممية لمكافحة الفساد زي ما انت أشرت. من أحسن الأخبار ومن أحسن التوجهات أنها تبتدي على مستوى العالم ويتلقفها مصر بترحاب شديد، والتفاصيل عندك. نشوف عناوين هذه الحلقة. مقالي ومقاله، فرصة لمحاربة الفساد الرياضي. الغربال، بكرة الدوري وسر مكاسب الأهلي. بعظمة لسانه الخواجة شرب الرضعة. الشموع الحمراء، رجل الاقتصاد والسياسة والأهلي. أسرار الملك في لافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى الحلقة، إن شاء الله يا رب نتمكن بإذن الله دون أن يداهمنا الوقت من مناقشته. تفتكر هنوصل لفلافيو؟ ما بنعديش نص الملعب. عموما نشوف البداية معاكم دايما وأبدا مع مقالي ومقاله، فرصة لمحاربة الفساد الرياضي. باشمهندس، كما أشرت أنت في البداية في جملتك الاستهلالية المهمة، أنه في هذا التوقيت من المهم التضامن في هذا الاتجاه الوطني والأممي حتى، لأن الحياة دعوة من الأمم المتحدة. شوف، ما فيش شيء على أي مستوى سياسي اجتماعي أدبي اقتصادي وخصوص الرياضي يفسد المتعة ويشعر الإنسان بالظلم وعدم العدالة غير أن الفساد يستشري وتذهب البنفيت أو المكاسب أو البطولات أو أي حاجة في التوجه لمن لا يستحق، فيشعر من يستحق بالإحباط وعدم العدالة. التوجه نحو محاربة الفساد الرياضي، أنت لو تفتكر من زمان وإحنا بنقول إيه يا جماعة، الشفافية المالية، الاتحاد الدولي عندما رفع معيار السلامة المالية والشفافية المالية ما كانش يرفعه كده هباء، كان ده عقاب أكبر فضيحة على مستوى العالم أسفرت عن الإطاحة بقيادات ما كان أحد يتخيل أن أنا لها التحقيق من أول بلاتر وانت نازل. صحيح. النهاردة الاتحاد الإفريقي نفس التوجه، وللأسف الشديد عندما يتصدى أحد لمكافحة الفساد يناله من التشويه عمرو فهمي رحمة الله عليه واللي اتقال عليه وبعدين تنصفه الأيام. هو يعني لما نقول حاربوا الفساد، هو إيه المشكلة أن نضع المعايير؟ أخطر شيء في الفساد الرياضي، في الفساد على مستوى العالم، غسيل الأموال. غسيل الأموال ده عبارة عن أموال غير شرعية بتضخ في العمل ده، بتضخ في وجهة شرعية. يعني أنا أجي لك فلوس المخدرات، الدولة ما تضيق على غسيل الأموال، أنا عايز أشوف حتة أحطها فيها. مفيش أحسن من الرياضة. النهاردة عقد اللاعب برة تخطى 100 مليون يورو واسترليني ودولار، يبقى النهاردة لما أحط فلوسي الدولار ب60 سنت أو 50 سنت، ها، والباقي اللي بياخده عشان يغسل الأموال بياخد ده مكاسب بكل المقاييس، هي مال فاسد، مال حرام، ونحن لسنا بمنأى عن هذا المال هنا في الاتحاد الافريقي ومن ثم كل دول افريقيا بالذات اللي لازم تفعل هذا المبدا المهم. يا جماعه الموسم القادم لازم كل نادي يقول لنا فلوسه جايه منين وهتصرف ازاي وشفافيه الماليه. مفيش احسن، امشي عدل يحتار عدوك فيك. عشان كده ده كان مؤتمر مهم اللي المهندس عدلي أشار إليه، كان ورشة عمل الحقيقة اختتمت النهاردة على مدى يومين، كانت في أحد فنادق القاهرة،
تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حسن عبد الشافي وأيضا مكتب الأمم المتحدة في القاهرة. السيدة منى سالم الممثل الإقليمي لمشروع مكافحة الفساد وغسل في مكتب الأمم المتحدة اتحدثت عن في خلال الورشة عن أهمية هذا العمل وحرص الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مصر على محاربة الفساد وجزء منه الفساد الرياضي، ده شيء رائع جدا وجاي في مستهل موسم. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال من خلال الفيديو كونفرنس في كلمته إن مصر أكبر الدول الداعمة لهذه الحرب على الفساد، وإن الدولة المصرية وبتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه الفساد وتحاربه أينما كان من خلال أجهزتها الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. قال كمان وزير الشباب والرياضة إن الرياضة بنظامها الاحترافي وشعبيتها الجارفة ومئات المليارات اللي بتصرف عليها من خلال تنظيم الأحداث الرياضية والبطولات المختلفة والتعاقد مع كبرى الشركات الدولية لرعايتها وجلب الأموال، أصبح هذا المناخ كله في مواجهة الفساد أو مواجهة الفساد فيه أصبحت ضرورة. احنا بنتكلم على استثمارات بالمليارات. عايز أقول لك إن موقع ترانسفير ماركتينج في تقييمه للدور المصري اللي بكرة هيبدأ الدوري وصلت قيمته التسويقية ل 3 مليار جنيه. طيب مبلغ طبعا رهيب جدا. في دوري واحد من دوريات افريقيا هو اقوى دوري، هو يعني هو الاغلى كمان الاغلى. طيب انت تذكر واحنا في اليابان الشركات الراعيه، مبروك السنه الجايه في عوده لليابان ان شاء الله. ما كل مره يا رب نرجع اليابان تاني ان شاء الله، لينا جمهور كبير هناك. لكن بس المره دي هاخدك، انت قلت سابني ومش ربنا يدينا العمر. ان شاء الله. واحنا في اليابان وهنلعب على المركز الثالث والرابع وطلعوا لنا في الاتحاد الدولي واحنا قاعدين السفير كابتن الخطيب كابتن طارق سليم رحمه الله عليه وانا، وابلغونا ان ابو تريكا هو افضل يعني هاخد احد جوائز الافضل، كان الاحسن لاعب والهداف ممكن. ممكن كان. فطبعا فرحنا جدا وبعدين رحنا كسبانين الماتش فعززت الاختيار من وجهه نظرنا بالزبط. ونزلنا بقى عشان نشوف هذا الامر نفعت. ففوجئنا بعد برشلونه ما خسر النهائي امام انترناسيونال بالتغيير ديكو افضل لاعب وادوا جايزه اظن خاصه لرونالدينو الذي لعب أسوأ مباراه له في حياته وكان سبب خساره برشلونه. لما سئلنا قالوا الشركه الراعيه. دائما فرعايه الكوره معناها ان الحسابات على مستوى انك توجه لقب للاعب بيعمل خساير، ما بالك بقى لما توجهه لدوله، اذا توجهه لنادي توجهه يعني فليس تشتري بيه حكم ويقول لك الحكام بشر، ده هم عشان بشر لازم يتحاسبوا. صحيح، ما تحطش بشر في مستوى انه ما يتحاسبش لان هو ده بدايه الفساد. طيب. يعني انك انت مساله انك تراقب انفاق الاموال في كره القدم وفي الرياضه بشكل عام، انت بتقول كره ده السله في امريكا، لا ده عدت كره القدم بمراحل. كره القدم الامريكيه في حاجات في العالم، وعشان كده الاهتمام بمكافحه المنشطات لان ده جزء من الفساد الرياضي. صحيح صحيح. عشان كده الاستاذ احمد عبد الرسول رئيس الامانه الفنيه للجنه الوطنيه التنسيقيه للوقايه من الفساد ومكافحته قال خلال ورشه العمل ان التعاون مستمر مع مكتب الامم المتحده لمكافحه الفساد الرياضي وانه بيلقى اهتمام كبير جدا من هيئه الرقابه الاداريه في مصر. اشار الى ان الحديث عن الفساد الرياضي ربما يكون سهل ولكن مواجهته وبقوه يحتاج مجهودا كبيرا وتكاتف من الجميع ويصب في صالح الاجيال القادمه. وانا عايز اقول لحضراتكم انه ربما كان من حسن الطالع انه هذه الورشه في هذا التوقيت بهذا العمل، احنا بنتكلم على توقيت موسم رياضي جديد بيبدا، مناخ كروي بيعاد صياغته لانه احنا بقت في كيانات خاصه واستثماريه في الدوري المصري، شفنا اكتر من تجربه جاده ان شاء الله تكون جاده وتنجح لان ده كله في صالح المسابقه وصالح العمليه الرياضيه وصالح مصر كلها. فنتمنى تشجيع كل هذه الانديه الجديده الصغيره لكن وفقا لضوابط كامله من الشفافيه الماليه ومن الرقابه الاداريه. فما بالك بقى
هذا الكلام يأتي في أعقاب لجان تفتيش جادة شكلتها وزارة الشباب والرياضة، ضمت أعضاء من هيئات رقابية وطنية مسؤولة وأخذت صفة الضبطية القضائية. هو ده يدل على الاتحادات والأندية. أما الدولة تاخد خطوة استباقية قبل هذا اليوم العالمي. أيوة. إذا المبادرة جاءت من مصر سابقين وجدية بالظبط، جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة. نرجو أن تطال نظام الاتحاد المصري وإن يبتدي تفعل لجانه، تفعل بقى شروط منح التراخيص. ما فيش حاجة اسمها أديك تراخيص كده وأنت لا تنطبق عليك الشروط. آه. انا الاوان بقى يا جماعه نمشي صح علشان كل الناس هتتشعر بالاطمئنان، تشعر بالفرحه ببطولاتها. ما نديش فرصه للمشككين ان هم يشوهوا كل حاجه بتحصل من انجازات على ارض مصر، وقد يكون بعضها صحيح وقد يكون معظمها غلط. لكن احسن حاجه ايه؟ امشي صح، امشي عدل، يحتار عدوك فيه. هذا مبدا رائع. وما بالك بقى انك انت في توجه عالمي. امشي صح، امشي صح. انت بتقول الدوري المصري 3 مليار، امشي صح هتبقى 5 مليار. امشي صح تزيد قيمتك. لان ما فيش حد هيلاقح كلام عليك. انت او غيرك. احنا عشنا 4 سنوات في البطولات الافريقيه تحديدا من تلقيح الكلام ومن التشكيك في كل بطوله. محدش من غير ما حد يحاسب حد، من غير ما حد يحاسب حد، ومن غير يعني البطولات بقت عيني عينك بتتوجه، ما حدش بيتكلم. فانا الاوان ان احنا بقى لا نبتدي على اساس ما حدش يقدر يتكلم فيه. نتمنى انه كمان الاستاذ عمرو الجنايني في اتحاد الكره يتمكن هو الاخر من انجاز الكثير من الجهود في هذا الاتجاه، لانه اعتقد تشكيل رابطه للانديه المحترفه اصبحت ضروره. ما دمنا بنتكلم على مواقف ماليه معلنه، على تراخيص انديه محترفه، على فرض معايير الشفافيه الماليه الكامله، كل ده هيجي من خلال النسق الحقيقي وهي رابطة للأندية المحترفة، ويبقى كل بس الكلام واحدة بقى. في المعلن هو رابطة للأندية المحترفة مشروط انك تديلها الصلاحيات انه تدير حقوقها. هو ايه اللي هيفرق بين اتحاد الكورة والرابطة؟ إدارة الحقوق بس صدقني. اما مسألة تنظيم المسابقات وبتاع هي القصة، ما هيفضل الاتحاد مشرف وهيفضل الاتحاد متداخل في هذا الامر. انا اخشى ان احنا نتعامل مع الرابطة انها تيجي ولا تتمكن من إدارة حقوقها، ومن ثم يبقى جدواها هنعمل زي الفار بالظبط. ادي احنا جبنا لكم الرابطه، تيجي رابطه رابطه بجد، رابطه نفسها بجد، اداره في معاييرها القانونيه السليمه، علشان فعلا نكون كلنا ماشيين في اتجاه واحد ضد الفساد، بعد ما في شبابيك كتيره اتفتحت ونوافذ كتيره. واعتقد النفس العام في الساحه الكرويه والرياضيه اصبح اكثر نقاءه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل بكرة الدوري، لكن المهم هي سر مكاسب الأهلي إيه؟ بعد الفاصل. رجعنا لكم، لكن قبل ما نبتدي أي استمرار في فقراتنا لازم ننعي واحد من أيقونات الإدارة في ألعاب القوى وعلى المستوى الرياضي بشكل عام، رحمة الله عليه الدكتور أحمد الخادم، اللي يعني واحد من أبرز من أدار ألعاب القوى في النادي الأهلي، ومن ثم كان له تأثير على ألعاب القوى في مصر. أنا على المستوى الشخصي تربطني بيه علاقة خاصة جدا، لأن يا جماعة تصوروا هذا الرجل كان يعني أستاذي في المدرسة، يعني هو في التربية الرياضية. التربية الرياضية بيجوا في سنة النهائية بتاعة التخرج بيوزعوهم على المدارس. فمدرسة النقراش النموذجية اول اطلاله وهو شكله مميز جدا وهانسم وسيم كده، فشكله بالنسبه لي وانا كنت في المدرسه يعني اتخزن في دماغي. لما شفته في النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم بقى بينا علاقه خاصه. وهو كان يحب يتكلم في الكوره، فكان يقول لي احلل لك انا ضربات الجزاء وده بيترمي كذا وده كذا، ومن حركه السوينج بتاعت رجل اقول لك كان يحب الكلام ده. فكان بتجمعنا قاعده دائمه، كلما رآني أو رأيته كنا النادي بعضه نقعد مع بعض، وكان له شلة كده بيقعد معاه في النادي الأهلي. فكويس إن احنا افتكرنا شخصية مهمة جدا في ألعاب القوة، يعني شأنه شأن ناس أعزاء كتير. احنا جيلنا كده كل يوم هنفقد واحد، والدور احنا بقينا على وش القفص. بيديك الصحة وطولة العمر يا باشمهندس، لكن سؤال فرح ومنور على الدكتور أحمد الخادم. ونتمنى اتحاد ألعاب القوة
تخليدا لواحد ادى اللعبه فعلا، ادى ام الالعاب كل تاريخه، لا كل لا صحته وكل عطائه لحد من سنتين فاتوا كان مسؤول في النادي، يخصص درع او مسابقه او بطوله في الموسم ده او الموسم الجاي، يبقى ده كاس احمد الخادم. تكريمه امر واجب بالظبط من كل الجهات، ومنها باذن يعني انا مش عارف اتكرم. هو على فكره كان ضمن المجموعه اللي كابتن الخطيب كرمه النادي الاهلي قبل كده لرواد الرياضه في النادي، ما تفوتش النادي الاهلي دي. لكن هو رحمه الله عليه والهم اهله الصبر والسلوان. الف رحمه ونور على الدكتور احمد الخادم وكل الناس اللي بتدي الرياضه بصدق وعطاء الحقيقه. طيب زي ما قلت لكم قبل الفاصل، بكره بدايه مهمه جدا، عشان كده كل تفاصيلها كل اخبارها حطيناها لكم في الغربال. بكره الدوري وسر مكاسب الاهلي. عايز اقول لك انه الدوري الجديد احنا انتهينا من اسبوع في الدوري القديم. ايوه لسه ما لحقناه. لسه الاغاني ممكن، لسه الناس بتبعت لنا اغاني الاحتفالات من فلسطين. علاء خالد بعت كام اغنيه، خد بالك. صديقك العزيز الدكتور طه الخطيب مبعوث له من غزه اغنيه هايله جدا، خلى رنا بنته تبعتها له الفجر احتفالا بالثلاثيه. اهلاوي جامد قوي جدا. فعدد الاحتفالات في كل الاماكن كتيره، لكن هو ده قدر الاهلي، وقف الفرحه ويبدا التحدي الجديد. فبيبدا التحدي الجديد الاهلي في الموسم، عدد المواسم اللي اكتملت في مسابقه الدوري 72 اسبوع، 72 بطولة، لكن اللي اكتملوا 61. يعني بكرة يبدأ الدوري رقم 62، وتفاصيل كتيرة جدا نشوفها في هذا التقرير عن الدوري الجديد. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة المفضلة لجماهير وعشاق النادي الأهلي، بطولة الدوري الممتاز في نسختها 62، البطولة التي انطلقت في موسم 1948-1949، والتي كانت حلماً يداعب المعلق الكبير محمود بدر، الذي جعل الجماهير تعشق كرة القدم بتعليقه الساحر والمميز عبر أثير الإذاعة المصرية، قبل أن يوافق الملك فاروق على هذه الفكرة وتنطلق المسابقة في شهر أكتوبر. شارك في أول نسخة 11 فريقا وتوج الأهلي باللقب، ليكون بذلك أول فريق يفوز بالبطولة. ومنذ ذلك الحين تعاقبت 7 أندية على الفوز باللقب، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 42 لقبا، يليه الزمالك ب 12 لقبا، ثم الإسماعيلي بثلاثة ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأولمبي والمقاولون العرب بلقب وحيد. ويعتبر الأهلي والزمالك هما الناديان الوحيدان في مصر اللذين لم يهبطا إلى دور الدرجة الثانية منذ انطلاق البطولة. وشهدت مسابقة الدوري الممتاز مشاركة 70 فريقا، قبل أن ينضم الوافدان الجديدان سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي إلى قائمة المشاركين في البطولة العريقة. وتضم النسخة 62 لمسابقة الدوري 5 فرق سبق لها التتويج بمسابقة الدوري، وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب، وأخيرا العائد لدور الأضواء والشهرة بعد طول غياب فريق غزل المحلة. ويمتلك النادي الأهلي نصيب الأسد من الأرقام القياسية المسجلة باسمه في مسابقة الدوري، حيث يحمل الرقم القياسي في عدد النقاط التي حققها فريق في موسم واحد ب 89 نقطة في الموسم الماضي، كما يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد عندما سجل لاعبوه 75 هدفا. كما يمتلك الأهلي رقما قياسيا في عدد مرات الفوز في الموسم، حيث حقق الفوز في 28 مباراة مرتين. ويمتلك المايسترو صالح سليم رقما قياسيا صامدا حتى الآن بتسجيله أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة، حيث سجل سباعية في انتصار الأهلي على الإسماعيلي بثمانية أهداف نظيفة. كما يعد السيد عطية توتو لاعب الأهلي صاحب أول سوبر هاتريك في تاريخ المسابقة. ويمتلك الثنائي صالح سليم وتوتو الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري، حيث توجا باللقب 9 مرات متتالية
مع النادي الأهلي. شوفوا جماعة، الدوري السنة اللي يبدأ بكرة ده القادم حمادة تاني، يعني اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني. هيكون دوري مختلف غامض جدا، لكن أتوقع أن يكون قوي جدا. إيه سبب غموضه بقى؟ غموضه أن ما فيش فرقة تقريبا بهيكلها القديم. كلعيبة لعيبة كتير خرجت منها، لعيبة كانت معارة خرجت منها، لعيبة جديدة دخلت عليها، لعيبة كانت عندها خرجت منها سواء بالبيع أو بالإعارة أو يعني حر، انتقال حر. فهتجد قوائم الأندية اللي هنشرحها تبعنا يا جماعة، يعني احنا مش هنقدر نستعرض لكم كل القوائم النهاردة، هنتلخبط. لكن كل ماتش للأهلي، يعني النهاردة يوم الحد الأهلي ومصر مقاصة أستاذ إبراهيم، هنقول ايه جديد على الأهلي النهاردة، بس مش هنقول كل مرة. الجديد على الأهلي عودة المعارين ناصر ماهر، محمد شريف، أكرم، صلاح محسن، أحمد ريان، خمسة ست لعيب. ودخل عليهم بدر بنون، بيكهام، طاهر محمد طاهر. يبقى فيه 8 عناصر جديدة دخلت مقابل خروج ناس تقيلة، كابتن أحمد فتحي، كابتن شريف إكرامي، كابتن رمضان صبحي، دول يعني واعتزال أو أنت وكابتن حسام عاشور، ثم إعارة عمار حمدي وإلى الاتحاد السكندري. اللي رحلوا عن الأهلي: أحمد الشيخ راح بيراميدز، حسام عاشور راح للاتحاد السكندري، وليد أزارو راح الاتفاق السعودي، حسين السيد راح الطلائع، شريف إكرامي وأحمد فتحي راحوا بيراميدز، باسم علي راح المقاولين، ورمضان صبحي. ورمضان صبحي ما هو هيقول لك ده بتاع هيدر فين، لكن كان على القوائم بتاعتي. وعمار حمدي إعارة للاتحاد السكندري، وصالح جمعة لسيراميكا كليوباترا، وأحمد فتحي قلت لكم وشريف لبيراميدز. ده غير اللي تحت السن: فخري وشكري والفراري فاخر شكري ورضوان، شادي رضوان. شادي رضوان. فانت عندك برضه يجي 10 عناصر او اكتر موجوده برا. المعارين تحت سن كتار كمان. ورجع لك حوالي 6 لاعبين، 3 دخل لك مثلا 8 او 9 لاعيبه عناصر. اذا انت برضه موقفك عدم الفرقه الاساسي خرج منه كابتن احمد فتحي وكابتن رمضان، ولو ان كابتن رمضان ما اشتركش تقريبا معنا افريقيا او محليا في الموسم الماضي، تقريبا يكاد يكون مشاركات قليله جدا. كابتن شريف اكرامي طبعا نفس الشيء، كابتن حسام نفس الشيء. فانت رجعت معارين، هننتظر ادائهم، ودعمت بثلاث عناصر جديده قدمتهم لسه بيكم ما تقدمش، لكن قدمت بدر بنوم وقدمت طاهر محمد طاهر. نتمنى، وشفنا اكرم وشفنا ناصر، يعني فاتوقع برضو النادي الاهلي لان عدمه وقوامه الرئيسي اللي تحمل مسؤوليه الموسم مازال موجود. عوده المصابين هتبقى اضافه قويه جدا. كابتن رامي رجع بسلامه الله، ربنا يحميه من الاصابه. كابتن سعد في سبيله الى الرجوع. سمعت امبارح مع كابتن شوبير اللي بحييه على الاستضافه اللي عملها الاثنين دكاتره بتاع التغذيه بتاع التاهيل او بتاع العلاج، سمعوا الناس تفاصيل ازاي النادي الاهلي بيتعامل بتفاصيل دقيقه جدا على مدى الساعه في كل اتجاه مع اللعيبه. اطمنا على ان كريم نيدفيد قرب، اطمنا على ان محمد محمود شهرين او ثلاثه هينزل. اذا انت برضو في خلال الموسم هتسترد لعيبه. كابتن سعد تقريبا يعني خلاص ايامه يرجع، اجايه بره ماتش المقاصه بيواصل تاهيله. مين؟ اجايه. لا سيبك من الحاجات اللي هي ايه، الشد الكادمه مش عارف ايه. احنا بنتكلم على الاصابات الطويله. اذا الموسم القادم انا ليه معني قوي بعوده الاصابات، رغم ان ناس كتير تقول لك كابتن نيدفيد ما كانش معانا. يا جماعه الموسم اللي جاي على الاهلي تحديدا موسم تقيل جدا وصعب جدا جدا جدا. هو موسم عايز كل لعيب فيه، لان الروتيشن او عناصر تدوير اللعيبه
الإجهاد هينال من لعيب النادي الأهلي ونحميهم ربنا من الإصابات. إذن إحنا محتاجين لكل عناصرنا، وإن كل لعيب موجود من ال 29 أو 28 لاعب اللي موجودين في الفرقة يكون برضو زي الأساسي بالظبط. مفيش بدلاء في النادي الأهلي، إنما في قائمة وفي يعني ناس موجودة للدفع بيها على نفس المستوى. نتمنى أستاذ إبراهيم ده بالنسبة للأهلي. تعال بقى مصر المقاصة اللي هيقابل النادي الأهلي. طيب هقول لك أنا مصر المقاصة موقفه إيه. طبعا مصر المقاصة استعاد إيهاب جلال، ولما نقول مدربين خلينا نقول إن النادي الأهلي ممثل بسبع مدربين في الدوري الجديد، في سبع مدربين من أبناء الأهلي في الدوري الجديد. كابتن عماد النحاس بيقود المقاولين، حسام وابراهيم حسن بيقودوا الاتحاد السكندري. بنقول لابراهيم حسن الف الف سلام عليك، كان تعرض لحادث سياره بسيط، ان شاء الله يكون صحته احسن، والجهاز الفني اللي سموحه كان راح زاره واطمن عليه. حادثه سياره بسيطه في على كورنيش اسكندريه، ربنا يسلمك. بس الحمد لله سليمه. الف سلام على الكابتن ابراهيم حسن وكل التوفيق لجهاز التوأم مع الاتحاد السكندري. علي ماهر بيواصل نجاحاته مع المصري. كابتن مختار مختار اكثر المدربين استقرارا في الدوري، مستمر مع الانتاج الحربي. رضا شحاته بيقود تجربه جديده يكمل بيها نص الموسم اللي فات مع الجونه. كل مره يسند اليه الامر ينجح. محمد يوسف عنده تجربه جديده مع النادي الجديد الصاعد البنك الاهلي، فهو ما مسكش النادي الاهلي مسك البنك الاهلي فبقت قريبه شويه. طبعا احمد سامي واحد من المدربين الواعدين بجد، مستمر في مشواره مع سموحه. كل التوفيق لكل المدربين في الموسم الجديد. المقصه استعاد ايهاب جلاله باشمهندس، رحل عنه او سجل في القائمه محمود كوكو ومحمود حمدي في حراسه المرمى. عنده في الدفاع عاصم سعيد واحمد عبد العزيز مودي واحمد صبيحه وخالد مصطفى ومحمد دسوقي وحسني فتحي واسامه العزب وعصام صبحي واحمد جمال. عنده في نص الملعب مصطفى شبيطه وحسام حسن وشمس بيكلي وايمن حفني وصلاح عاشور وكيفن مهيري ورجب عمران وباول مفوافي وعبد الله مجدي وعلي وزه واحمد متعب. عنده في الهجوم مروان حمدي ومحمود فهمي وعبد الرحمن جمال وعبده سمانه. مين اللي جابهم بقى وادي المقاصه؟ جاب علي وزه من بني سويف، وجاب حسام حسن لاعب المنتخب الاولمبي السابق، وجاب اسامه العزب ظهير ايمن للاتحاد السكندري، وجاب احمد متعب من دمنهور، وجاب عبد الرحمن جمال من مياه البحيره، جاب عبده سمانه من الاتحاد السكندري، وجاب رجب عمران ومروان حمدي راجعين من اعاره كانوا في وادي دجله، جاب محمود فهمي واحمد جمال راجعين من اعاره لسموحه، وكيفن مهيري راجع من اعاره لطلائع الجيش. طيب المقصه اللي كان يبقى خمسه اعاره وسته راجعين، ادي 11. انا بضيف عليهم واحد مهم جدا جدا جدا، كابتن ايمن حفني. لانه السنه اللي فاتت تقريبا معظم الموسم ما عرفش يأيده. صحيح. فهو اكنه داخل عليه. ايوه. اعتقد المقصه بالشكل ده لكن مشي 16 واحد. 16 واحد، لكن الاضافات انا في رايي هو ممكن تقول ميدو جابر ومحمد ابراهيم واحمد عادل عبد المنعم ابرز الراحلين. طبعا صلاح امين بخبرته. احمد عادل الجون راح للجونه، وعمرو مرعي راح غزل المحله، صلاح ريكو راح انبي، صلاح امين راح وادي دجله، عمرو مرعي انتهت اعارته هو ومحمد كناريا، محمد رمضان راح الانتاج الحربي، احمد ياسين اعاره للبنك الاهلي هو ومحمد دبش، وشريف حازم ايضا خرج من قائمتهم. عشان كده بقول لك الموقف هيبقى غامض بالنسبه للانديه ثلاث اربع اسابيع الاولانيين. انت لكن اذا لكن ماتش مع عوده ايهاب جلال، عوده ايهاب جلال لمصر مقاصه يعني تتوازى فلسفيا، ما بتكلمش على مقارنات في المستوى، فلسفيا مع فكره موسيماني مع النادي الاهلي. حد عارف كويس قوي كل شيء عن مصر المقاصه، حد كميته ماشيه مع النادي ده، طموحاته ماشيه مع النادي ده. وان كنت استغرب كلما ذهب المقاصه ما بيكملش ليه. هو مع المقاصه حاله خاصه، لازم نخلي بالنا ان جهاز فني هيبقى مختلف ايضا. بدايه ضربه البدايه مش هتكون سهله، ولا اي فريق هتكون سهل. طيب بكره الجمعه بقى بدايه الدوري بقى، اول ثلاث مباريات بكره في الدوري. انبي هيلعب مع اسوان، انبي بيقوده زي ما قلت لكم الكابتن حلمي طولان، اللعيب بتاعه او تلميذه سامي الشيشيني في اسوان. فبكره في مباراه
بين انبي واسوان بين الاستاذ والتلميذ الكابتن حلمي طولان اكبر مدربي الدوري سنا ربنا يديله الصحه والعافيه. طلائع الجيش هيلاعب الجونه، الانتاج الحربي مع سيراميكا كليوباترا. اذا دي مباريات الجمعه. السبت البنك الاهلي هيلعب مع وادي دجله، بيراميدز مع الاتحاد السكندري، والمقاولين مع الزمالك. يوم الاحد ثلاث مباريات ايضا، المصري مع الاسماعيلي في ديربي القناه، الاهلي مع مصر المقاصه، وسموحه مع غزل المحله. تقريبا مباريات تقريبا الاسبوع الاول الزمالك، تقريبا الزمالك والمقاولين مفيش تغيير حد في فرقتين. باتشيكو استمر وعماد النحاس استمر. لا وعلى مستوى القوائم لا، المقاولين جاب 10 لعيبه جداد. ما هو جاب 10 كويس. بس اللي غدروه ما كان لهمش دور كبير. ايوه. معاه السنه اللي فاتت، حتى الطاهر كان مصاب معظم الوقت. ايوه. فانت قوام الفريق الاساسي هنا وقوام الفريق الاساسي هنا هتجده في ثبات، لكن انا مترقب جدا جدا مباراه الاتحاد بعد التعزيزات الهائله عملها مع بيراميد، بعد التعزيزات الهائله اللي عملها هتبقى برضو بتشد الانتباه. بتشد الانتباه، والاهلي هيبدا الدفاع عن لقبه سعيا وراء الدرع 43، الاهلي عنده 42 لقب في البطوله. تخيلوا كل الانديه المحترمه، الانديه اللي شاركت في الدوري يا جماعه، يعني اخرهم البنك الاهلي الضيف الجديد وسيراميكا كليوباترا، هتلاقي 72 نادي ظهروا في الدوري المصري في تاريخه. الاهلي خد 42 لقب، كل الانديه ديت مجتمعه مع بعضيهم خدوا 19 لقب. يعني الاهلي اكثر من ضعف حاصل جمع كل الانديه مع بعضيها. الاهلي عنده 42 لقب، الزمالك عنده 12، الاسماعيلي عنده 3، في لقب واحد راح لاربع فرق، الترسانه والاولمبي والمحله والمقاولين. راجع المحله في عوده جديده لفريق الفلاحين، بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هقول للمهندس عادلي مقاله واحد ما كانش يتوقع انه هيقول الكلام الحلو قوي ده عن الاهلي، لكن قاله. بعد الفاصل. اهلا بكم في مقالة عاد بها إلينا الكاتب الكبير الأستاذ محمود معروف ناقد الرياضية، بعد أن أخذه منا أيضا التشجيع الرياضي فترة طويلة. كتب مقالة أنا شايفها ممتعة. ده عشان أنا قلت لك ما مقالة غير متوقعة. لا لا، هو بقى له مدة الحقيقة عاد إلى فكرة أنه يكتب في النقد الرياضي، ما يبقاش يعني ميوله بتطغى عليه. كتب ايه؟ يا اهلي فاضل كاس العالم. ايوه، ده عنوان مقاله الاستاذ محمود معروف. لم يبقى الا بطوله كاس العالم للانديه التي تقام في قطر. لو فاز بها الاهلي ليكون النادي الاهلي الوحيد في الكره الارضيه الذي فاز بكل كؤوس والبطولات اللي دخلها. فالاهلي في الملعب ما يعرفش ابوه. لا يرحم اي منافس كان قويا او ضعيفا، وهو ما حدث معه هذا الموسم حيث فاز ببطوله الدوري قبل نهايته بسبع اسابيع، وفاز بكاس انديه افريقيا ابطال الدوري بعد ان هزم الزمالك في نهاية البطوله في مصر، واخيرا اضاف نفس الاسبوع بطوله كاس مصر المره 37 في تاريخه، ثم ذهب الى التوقع انه فاضل بطولتين السوبر الافريقي والسوبر المصري، وشايف هو ان فرص الاهلي فيها تصل الى 70%، وقول يا رب. ولكن مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش كان يراها ملحمة كروية رياضية، ونتفق معه أنها كانت ملحمة، لأن قدام طلائع الجيش الذي أطاح ببيراميد ثم الزمالك ثم ناوأ الأهلي وشربوا نفس الكاس. الأهلي كان 1-0 يحقق التعادل في الوقت المحتسب بدل من ضائع في الدقائق الأخيرة، واحتكم ضربات الجزاء اللي احنا بنقول يا رب فيها. ويرى أن مدرب جنوب أفريقيا موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب ممتاز، ودع الخطة المناسبة، وهو أيضا محظوظ 1000% بتدريب الأهلي، حيث حصل معه على 3 بطولات في أقل من أسبوعين، وهو ما لم يحدث مع أي مدرب من قبل. أصبح موسيماني من أشهر مدربي الكرة في العالم وإفريقيا. ولكن الأستاذ رضوان الزياتي أيضا له مقالة أيضا في الجمهورية، برضه في الجمهورية، وهو يعني كاتب رصين، كاتب بيسأل سؤال منطقي جدا. العنوان بيقول: ماذا تريدون من بطل الثلاثية التاريخية؟
هو بيذهب في هذه المقاله. انتوا بتقارنوا ايه؟ هو احنا كل ما يحصل رقم للاهلي كسب ثلاثيه بتقارنوا ايه؟ ايه هوايه المقارنه بين جيل وجيل؟ لا والاداء، هو بيقول لك الناس بتنتقد الاداء في المباريات الأداء يعني. هو انتم مش شايفين الاهلي بيلعب بكثافه مضغوط قد ايه؟ مش شايفين انه ما كانش جاهزيته 100% شانه شان فرق العالم كله، ان ما ادوش الاداء الممتع ده؟ ليفربول يا اخوانا وبرشلونه وريال مدريد بيتعثروا، فانتوا طالبين من نادي الاهلي كل الاداء الممتع والجداره والسكور الثقيل لازم هيحصل حاجات من كده. ده ملخص ما كتبه الاستاذ رضوان الزياتي، ولكن وقف عند نقطه مهمه جدا، ودي معناه ان الاهلي بينافس الاهلي. هوات المقارنه بين الاجيال، ليه تملي مقارنه بين الاجيال؟ جيل الكابتن ابو تريكه وزملائه في ظروف لا يمكن تكرارها، لان كل شيء كان على اعلى مستوى. الظروف بدانا نقترب من هذه الظروف، وباذن الله نشوف هذا الجيل الذي كسر حاجز التحديات الكبرى فاز بالثلاثيه. هذا كلام بختصره لكم للاستاذ رضوان الزياتي، وبتسألوا ماذا تريدون من بطل الثلاثيه. انا عايز اسالك سؤال، هو ايه سر مكاسب الاهلي؟ سر مكاسب الاهلي، صدق سؤال فعلا حلو. هو انتوا يعني في فريق بياخد الدوري حاصل جمع كل الانديه المنافسه الشقيقه مجتمعه؟ ايه السر يعني 42 في 19، وخدوا بالكم رئيس الاتحاد استاذ عمرو جناني للسنه الثانيه على التوالي، والاهلي يتوج بطل الدوري في وجود واحد اقرانه بيوصفوه ان هو مشجع زملكاوي درجه ثالثه، لكن يحسب له انه هو موجود. بس خدوه علامه. سلمنا كم كاس؟ 5 كؤوس. السنه اللي فاتت الدوري كل كاس منه غالي والسوبر قوي، وثلاث كؤوس او كاسين، وكان مشارك في التالي. زي ما ده دليل على نقاء بطولات الاهلي اللي البهوات بيشككوا فيها، دليل كمان على سلامه عمل الاتحاد وعلى راسه واحد زملكاوي كبير بقيمه عمرو الجنايني. بس المهندس عادلي سال سؤال، طب ايه؟ فين يعني سر الاهلي ده ايه؟ الاعلام الكبير الاستاذ تامر امين حاول الاجابه على هذا السؤال الحائر. في ناس تسال يقول لك هو ليه الاهلي بيكسب على طول او بيكسب معظم الوقت؟ فبيقعدوا دايما يودوا دماغهم للحاجات السهله، المبررات السهله، يقول لك اه يا عم هو اصل الحكام بيكسبوهم، وكان كل الحكام مرتشين. او يقول لك لا والله ده نادي الدوله. نادي الدوله يعني ايه؟ نادي الدوله يعني هو نادي كمؤسسه من مؤسسات الدوله. اه هو مؤسسه من مؤسسات الدوله، زيه زي الزمالك، زيه زي الاسماعيلي، زي الاتحاد السكندري، مؤسسه من مؤسسات الدوله، اذا كان ده المعنى. لكن نادي الدوله يعني بتاع الدوله، الدوله كلها بتشجع النادي ده وعايزاه يكسب. تاني ده كلام اقرب الى الخرافه. وبعدين ده بالصدفه البحته، معظم او لم يكن 80% من قيادات الدوله هذه المرحله انتمائهم الاصلي زملكاوي. يعني شوفوا عمرو الجنايني اهو رئيس اللجنه الخماسيه اللي المفروض ان هو في منصب يعني رئيس اتحاد كره القدم، زملكاوي محدش بيهزر معاه، واتفرجوا على فيديوهاته القديمه ده كان يعني كانه مشجع في الدرجه الثالثه وبتاع. وزير الشباب والرياضه نفسه كادر زملكاوي مهم، وكان واحد من ابطال نادي الزمالك. فكلام الحقيقه ما يخشش عقل بني ادم. فاضل بقى المؤامره الكونيه، ان الكون كله بيتآمر عشان الاهلي يكسب. فانا عشان اريح الكل، الاهلي بيكسب في رايي لسببين او ثلاثه بساط جدا. واحد، السبب الاول عشان الاهلي تقريبا النادي الوحيد اللي منظومه. يعني النادي بيتعامل وبيشتغل بفكر المؤسسه المتكامله. مش شخص. للاسف الشديد معظم الانديه قائمه على شخص. لو اتغير هذا الشخص او مشي هذا الشخص النادي يتهز بشكل كبير. ليه؟ لكنه كان قائم على هذا الشخص. لكن الاهلي بيبقى رؤساء مجلس ادارته نجوم، بس مش هم اللي بيبقوا حجر الاساسي في البتاع. يعني صالح سليم وعبد صالح الوحش وحسن حمدي والخطيب، انا بتكلم على اسماء تخض. ومع ذلك شيل بكره لا قدر الله، يعني شيل بكره محمود الخطيب من المنظومه كده، انا بقول لكم الاهلي هيمشي زي ما هو. رقم 2، زي ما قلت لكم انه اللي بيجي بيعلي شعار الاهلي فوق الجميع.
رقم ثلاثة ثقافة الفوز. أنا بقول لكم أسباب لو اتحللت هتعرفوا بجد إن ثقافة الفوز بتتزرع عند كل واحد بيلبس التيشيرت الأحمر، وأشياء أخرى كثيرة، لكن يهمني في الأساس إن أنا أقول إن الأهلي منظومة كبيرة يجب إنها تحافظ عليها، ويجب على باقي الأندية إذا كانوا عايزين يبقوا زي الأهلي يفتحوا الكتالوج ويشوفوا الأهلي بيعمل إيه، وهو ده طريق النجاح. ثلاث أسباب من وجهة نظر أستاذ تامر هلخصها بسرعة. الأهلي منظومة تعمل بعمل مؤسسي لا تتأثر بالفرد، لأن الفرد بيخش بينفذ ثقافة وتقاليد ونظام المؤسسة اللي هو جاي عليها، وبيلتزم بيها التزام لصيق، وكل واحد بطعمه وقدراته. نمرة اتنين إنه هو الأهلي فوق جميع أبنائه في طرد النادي الأهلي. تخرج بالنادي الأهلي تبقى مصر فوق الجميع، وأول من يلتزم بهذا المعنى هو النادي الأهلي نفسه وجماهيره. إذن داخل الأهلي بينه وبين جماهيره الأهلي فوق الجميع. ثم ثقافة الفوز، ده جزء مهم جدا. الثقافة اللي مبنية على تقاليد عريقة وتاريخ طويل صعب تنتزعها. اللي بيخش بيقول لك الناشئ من أول يوم، مش منشغل إن يعلمك تكره المنافس، مش منشغل يعلمك إن أصل المنافسين بيكسبوا إزاي وإحنا بنتعرض لمؤامرة، لا، بيقول له أنت البطل، أوعى تفتكر إن المركز الثاني ده مش هتتحاسب على إنك مقصر، المركز الأول والأول فقط. أنت لما بتسعى للأهداف البعيدة بتوصل لأهداف أخرى حتى لو ما حققتش البعيد، لكن بتفضل في الصدارة. هذا هو النادي الأهلي، وأعتقد إنه تلخيص بليغ. وأعتقد ده اللي خلى النادي الأهلي، أنت النهاردة بتتكلم على تصنيف عالمي، بتتكلم على إنه الأهلي في العشرين سنة الأولى من القرن الجديد هو الأول عالميا، بتتكلم على استفتاء بين الجماهير حول العالم في جائزة جلوب سكر الإماراتية، حتى الآن التصويت الأهلي فارق كتير، ونتمنى إن كل جماهير الأهلي تبدأ تتفاعل من خلال الرابط بتاع المسابقة والكل يبدأ يصوت، لأنه الحقيقة ده قدامكم أهو زي ما أنتوا شايفين الأهلي متصدر كتير، ومحمد صلاح كمان داخل السبق كأحسن لاعب. فنتمنى أن كل الجماهير الأهلاوية والجماهير المصرية تتفاعل بما يكفي وبما يهم مع هذه الجائزة، دي مسألة مهمة جدا. أنا بس عايز أعلق على تصدر الأهلي في الاستفتاءات للذين يجادلون في شعبية الأهلي داخل وخارج مصر. ما الاستفتاءات عبارة عن ناس بتتفاعل مع هذه الاستفتاءات، هو حجم النادي الأهلي ومشجعيه الأهلي بهذا إنه بيحطوا في أي استفتاء في الصدارة. يبقى ده تجربة عملية أظن مش محتاجة نتكلم فيها. طيب الدوري اللي هيبدأ بكرة الجديد بتاعه رئيس لجنة المسابقات أو رئيس إدارة المسابقات الأستاذ مازن مرزوق، راجع لشغل مقعد ابتعد عنه من فترة طويلة، لكنه راجع ومعاه لائحة انضباطية هو بيتكلم على انه هيفرضها، وعنده وعد من الاتحاد هيفرضها ولا لا مش مهم العقوبات اللي انتوا هتسمعوها، الاهم بالنسبه لنا تطبيقها بعداله وبحسم وبقوه على الجميع على الجميع. واولهم النادي الاهلي، لما يخطئ النادي الاهلي عاقبه، بس لما يخطئ غيره ما تتغاضاش عنه، لانه كمان خط بنود كتيره قالك لو في لعيب اتعاقب اتغرم. على فكره كان في لعيبه كتيره في انديه كتيره وانديه بتتفرض عليها غرامات وما بتدفعش، نسبه التحصيل قليله قوي، لكن المره دي قالك لو في لاعب او اداري او اي حد اتغرم غرامه ماليه عنده مهله اسبوعين عشان يسددهم. طب ما سددش خلال اسبوعين، قالك النادي بتاعه هو اللي بيسددهم ماليش دعوه باللاعب. طب ما سددش، قالك ياخد اسبوعين تانيين بغرامه بعقوبه مضافه. طب ما سددش، قالك يتوقف لغايه لما يدفع. كان لاعب او مدرب او اداري او اي حد في المنظومه المعتمده ماشي، يتوقف لغايه لما يدفع. احنا موافقين. طيب. بس انت بقى في اتحاد الكوره ادي الانديه مستحقاتها اول باول. كويس. رقم اتنين، لو الغرامه على النادي، في فريق تاخر لسبب ارتكب خطا ما، طلعت الغرامه على الفريق، ياخد اسبوعين عشان يدفع، ما دفعش، ياخد اسبوعين تاني بالفايده، ما دفعش، تبدأ تتخصم منه نقطة عن كل مباراة بيشارك فيها لغاية لما يدفع. لائحة النهاردة
لاحظت انه الاتحاد بعتها لكل المواقع والصحف والبرامج. نتمنى انه زي ما تكون هذه البنود واضحة يبقى التطبيق كمان ملزم، لانه حتى في مسألة الهبوط لا فريق انسحب، كان تملي بيحصل أزمة باستمرار في حتة الانسحابات، حطوا شروط في حالة انسحاب أي فريق، في حالة توقيع الغرامات، في حالة العقوبات السابقة، قالك هي كلها في حال انسحاب أي فريق من خوض أي مباراة يعتبر مهزوم 3-0 وتخصم من رصيده 3 نقاط إضافية. وهنا عايزة تفسير، عايزة تفسير على الفور وغرامة مالية 1,000,000 جنيه. يعني ايه تخصم منه 3 نقاط إضافية؟ كلمة إضافية معناها إنه الفريق المهزوم هيخسر 6 نقط. أنت اعتبرته مهزوم في المباراة اللي انسحب منها، يبقى دي 3 بونت. مش كده؟ قال لك يعتبر مهزوم 3-0، يبقى أوتوماتيكلي شلت منه 3 نقط، أو اعتبر مهزوم اتخصم منه 3 نقط، وتخصم منه 3 نقاط إضافية. دي العقوبة، 3 نقط اللي اتخصموا دي نتيجة المباراة. الثلاثة الإضافيين اللي بيقولها الاتحاد، بس كان بيقول لك آخر الموسم، مش فاهم ليه آخر الموسم. هو قال لك على الفور. على الفور. يبقى إذن الفريق المنسحب دي العقوبة. يخسر 6 نقط. آه. 3 نقط بتوع المباراة و3 نقاط إضافية يعني زي ما ورد النص. 3 نقاط المباراة عشان بتروح أوتوماتيك للنادي الفريق الثاني. ودي العقوبة. آه. فهي شقين. 3 نقاط المباراة إن الفريق اللي قدامك فاز خدهم. أنت بقى بتتعاقب ب3 نقاط. عقوبة الانسحاب وفورا عشان تبقى في الجدول تشعر بيها، انما اخر السنة هتثير الجدل وانا موافق. طيب اللعيبة بقى البلطجية، البلطجية اللي بيوقف حكم، اللي بيضرب حكم، واللي بيشوح لحكم، واللي يقل التعامل مع الحكم، خد بالك هتبطل كورة، هتبطل كورة. ليه؟ لانه عقوبة الاعتداء على الحكم او الاحتكاك به عقوبتها 16 مباراة. هذا كلام يبدو انه صارم وحاسم وعشان يمنع الاعتداء، بس لازم تتفصل معنى الاعتداء. يعني ممكن انت لما تيجي تقول ايه مسكت الحكم من ايده، او ان انت وقفت في سكته فخبط فيك زي ما شفنا، لازم يتحدد الكلام ده. يبقى مين قله؟ ما ينفعش توقف لي واحد نص الدوري ها بمعيار تكييف العقوبة بقى. بمعيار تقديري تكييف الخطأ. لازم تقول السباب بكذا، البصق بكذا، الازدراء ببصة او مش بصة بكذا، خلاص التلامس بهدف الاعتداء ده اللي ياخد 16. يعني زقيته في صدره، ضربته، شديته، رميت الصفارة من ايده، خطفت الكارت من ايده، اعمل اللي انت عايزه في ايدي، يديله 16 مباراة. لكن انا اعتقد هو كان مازن قال ان هي متفصل علشان نقدر نوصل لعداله. يعني نتمنى. وبالمناسبه لا 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 استناني بس. الجزء الاخطر بقى هو هتعتمد على ايه؟ تقارير الحكام، تقارير المراقبين، الفيديو ولا المشاهده؟ ما هنفضل بقى نخش في ده، اصل الحكم كتب، ده الآلية دي اللي عايزه حسم بقى. المراقب كتب، اصل الفيديو اظهر واحنا مش مستنيين المراقب في احوال، اصل دي كاميرا خاصه. ودي اللي بتروح لجنه الانضباط، اما لجنه المسابقات وبعدين القرار اوتوماتيك هيطلع من المسابقات، الا مش هتبقى لجنه، دي هتبقى اداره، هيستمر العمل كاداره. نتمنى ان الامور تبقى واضحه. الكلام ده كله ما تسابش لاي شيء تقدير. بالمناسبه اجتماعات اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي النهارده اتجهت تقريبا لنقل مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان المغربي إلى الدوحة تاني. العقد كان بيقول إن البطولة 3 سنوات في قطر، كان المرة دي وصل الاتحاد اتجاه إن هو ينقلها للقاهرة باعتبارها بلد بطل دوري الأبطال، لكن ما ترشح وما تسرب اليوم من الاجتماع في القرار اللي هيعلن غدا الجمعة إن المباراة هتعود للدوحة، الأهلي ونهضة بركان، ربما 18-12 زي ما كان متفق، ولكن هناك اتجاه اخر لتاجيلها ربما. لينا يا استاذ ابراهيم يعني ايه المشكله ده مالي في القرارات اللي بتبقى متاخده كده ويقول لك اتبلغ الاهلي وما تبلغش نهضة بركان؟ ودي حاجه غريبه، لكن في كل الاحوال مش عايزين. ارجو الا ننشغل كثيرا اين تقام البطوله. هذه بطوله نحرص على الفوز بها،
أينما كان مكان إقامتها بإذن الله تعالى. ونتمنى أنه بعد الفاصل، والكابتن الخطيب على فكرة أكد على كده قال لك سنسعى للفوز بالبطولات عشان نقترب من صدارة التصنيف العالمي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل الخواجة بيجو هيتمسك من عظمة لسانه. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة تفاعل جمهور الأهلي بحماس شديد مع الاستفتاء في جائزة جلوب سوكر مخلية الأهلي لغاية دلوقتي 61% من عدد الأصوات، برشلونة 11%، ريال مدريد 20%، وبايرن ميونخ 8%. يعني الأهلي 61% أقرب ناس، ودي الصورة هي بالنتائج التصويت، الريال 20 والبارسا 11 والبايرن 8. فنتمنى لغاية دلوقتي، بس انا عايز اقول مزيد من التصويت، اعتقد غلق التصويت يوم 27، بس هو ده اهم حاجه الناس لازم تعرف، الموضوع ما خلصش كده بالزبط. ممكن يتقلب في اي وقت بالظبط. فنتمنى مزيد من اختبار التصويت للأهلوية. على قيمه الاهلي ومكانته، ده بالمناسبه على الفريق الاحسن في بطولاته في القرن الجديد في العشرين سنه الاخيره او الاولى من هذا القرن. على ذكر الترتيب للموسم الجديد، نادي غزل المحله العائد للدوري الممتاز النهارده شكل شركه خاصه لكره القدم، شركة غزل المحلة للنسيج شكلت شركة خاصة بكرة القدم في توجه اقتصادي واستثماري جيد برئاسة المجري الكابتن مصطفى عبده، كابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر. بنتمنى التوفيق للكابتن مصطفى إن شاء الله والغزل المحلة. قرار مهم في اتجاه صحيح باختيار صدفه التوفيق، كل التوفيق. وقدموا صفقاتهم و أعلنوا عن الشركة الجديدة، ليها كل التوفيق. زي ما قلت لكم داخلين في مجالات استثمارية كبيرة، نتمنى ليها كل التوفيق. ده كان أهم ما في الغربال، لكن المهم جدا الآن بعظمة لسانه الخواجة شرب الرضعة، الخواجة بيشو. ممكن يبقى ده الاسم باتشيكو لباتشيكو، جيمي باتشيكو البرتغالي المدير الفني للزمالك، مشي في نفس الركاب، دافع عن الزمالك، حب الزمالك، اخلص لعملك، غير على فرقتك. كل ده نقول لك برافو، ولا حد يقدر يدوس لك على طرف، لا انت يا خواجه ولا غيرك. بالعكس احنا بنتمنى لكل الانديه الشعبيه تتفاعل مع انديتها وتحامي عنها، لكن تتعرض للاهلي حاجه غريبه، وتسيل الاهلي وتشكك في بطولات الاهلي، وانت اللي هربت ورجعت ومحدش قال لك هربت ليه ورجعت ليه، ومحدش حاسبك على قراراتك اللي انت حر فيها. بس هل انت حر في الاساءه للاهلي وبطولات الاهلي؟ وبعدين هو ليه اسهل حاجه لاي واحد يخسر يدور على انه يتنصل من الهزيمه ويرميها؟ هو انت باتشيكو لعبت كم مره؟ اول مره مع الزمالك، وايه الظلم اللي جالك؟ ولا استفدت؟ ومن يوم ما جيت انت لعبت كم مباراه؟ وايه الظلم اللي جالك ولا استفاد؟ ورينا انت عامل شغل كويس. خلينا الاول نسمع عشان ما نبقاش متجنيين على الخواجه بيشو، نشوفه قال ايه. في حاجه هقولها بس ممكن اكون مش مرضي لناس كتير في ان اقولها، لكن من خبرتي في مصر الدوري اللي الزمالك يكسبه واحد يساوي خمسه دوريات للاهلي، لان ما شفتش الاهلي بيتضر في اي حاجه، في اي شك بيكون لصالح الاهلي. اكيد طبعا بكل احترام للنادي الاهلي اللي فضل طبعا في الفوز بنادي منظم وكبير وكل حاجه، لكن مش هنا بس، في البرتغال كمان بتحصل الامور دي، وممكن في دول تانية كمان. الفرق اللي بتكسب اكتر هم المحمين اكتر، اللي بيستفيدوا اكتر، واحنا اكيد حابين ان احنا مش نكون زيهم بنفس متساويين، حابين ان احنا على الاقل ما نتضرش. الفار ساعات ممكن مرات كتير يعدل وما بيعدلش. يعني التجارة الرابحة كيف تهاجم الاهلي وتلقح عليه الكلام، وهو الحقيقة دي الرضع. لا قال لك ايه بقى؟ قال لك بخبرتي في الدوري المصري، خبرته اللي هي ايه؟ 12 مباراة وساب الزمالك دون اختاره، وساعتها قالوا هرب. هل قدر يختبر الدوري المصري في ال 12 مباراة دي عشان يقول لك
خبرتي. وبعدين هو رجع لعب كم مباراة هيقول هذا الكلام. لكن الحقيقة يعني انك انت تطلع تقول هذا الكلام هو شكل منظم وممنهج للتوجه اللي عايز يتزرع في اذهان الناس الجمهور. هم عمليه تبرير ومغازله لمشاعر الجماهير بتاخدهم في سكه ان ما يناقشوش الاسباب الحقيقيه لفوز الاهلي والوضع القائم في الكره المصريه. الناس اللي عايزه تنصف مش محتاجين ان احنا نقول هما مين، لان انت الانصاف بيجي لك على مستوى العالم والناس الخارج الحلبه زي ما بيقولوا. وحتى جزء كبير جدا من الزملكاويه الموضوعيين زي الاستاذ ابراهيم عيسى لو يرجعوا الكلام وهتدوروا عليه قال ايه، ان احنا بنرضع فكره المظلوميه والاضطهاد والاهلي يرضع ثقافه الفوز والانتصار. وكابتن حسن شحاته قال نفس الكلام. الكابتن فاروق جعفر في لحظات لما كان يعني على راحته قال هذا الكلام. استاذ صلاح منتصر، ناس كتير جدا من الزملكاويه الكبار شافوا هذا الوضع. انت حر، اغرق في نظريه المؤامره، ارضع ما شئت، ارضع ما شئت. طب وانت ليه بتقول رضع هذا الثقافه؟ لان فيه كلام. ايه هو؟ بص بقى، خواجه بيشو في الفتره الاولى في ولايته الاولى مع الزمالك كانت من 10 اكتوبر 2014 ل 31 ديسمبر 2014. هو قال لك من خلال خبرتي في مصر الدوري بتاع الزمالك بخمسه اهلي. لا والله، لعب 12 مباراه، فاز في 9، تعادل ماتشين، خسر واحده، سجل معاه الزمالك 19 جول واستقبل 7، وملياش دعوه بظروف هروبه ولا انه فضل قاعد بدون شغل ويرجع تاني، ده امر يخصه. لكن عايز اقول له يا اللي ما شفتش ظلم في عمرك، يا اللي ما اتجاملتش خالص، يا اللي ما شفتش اي حاجه بتتحسب الا للاهلي، بخبرتك الكبيره فكر يا خواجه بيشو. افتكر انك في الاسبوع الرابع الزمالك لعب مع الداخليه، جهاد جريشه تجاهل ضربه جزاء صحيحه للداخليه والزمالك خرج بتعادل سلبي. محدش اتكلم وانت اللي كنت موجود، ما اتجاملتش. رجعت في الاسبوع ال 12 كنت بتلعب مع مصر المقاصه، احتسب الحكم ضربه جزاء غير صحيحه بالمره وهدف من تسلل سجله وقتها مؤمن زكريا، اللعبتين قبل احراز المقاصة الهدف الاول وفاز الزمالك 3-1. يعني الزمالك كسب معاك يا خواجه بيشو 3 نقط اوانطه، يا اللي ما شفتش مجامله في عمرك. الاهلي في نفس الفتره بقى اللي سيادتك لسه فاكرها، الاسبوع الرابع كان بيلعب الاسيوطي، شريف رشوان الحكم طنش ضربه جزاء صحيحه للاهلي، الكل اجمع عليها وقتها في استوديوهات التحليل والغي هدف صحيح للاهلي والاهلي تعادل 0-0. ادي نقطه. على فكره الاسبوع الرابع شاهد ظلم المصري مقاصه امام الزمالك، شاهد ظلم للاهلي امام الاسيوطي، كان اسمه الاسيوطي بالظبط. يعني ادي 4 نقاط في اسبوع خدته. الاسبوع الخامس كوره عاليه في منطقه جزاء الاسماعيلي، مدافع الاسماعيلي لمسها، قمه القمه بقى دي، سقطت قدام تريزيجيه سجلها كابتن جهاد جريشه، فاجئ الجميع باحتسابها لمسه يد على عمرو جمال لاعب الاهلي. الماتش انتهى 0-0 وانت اتفرجت يا خواجه بيشو. اصلها كانت ضربه جزاء على الاسماعيلي، يعني لمسه اليد كانت على لاعب الاسماعيلي مش على لاعب الاهلي. فتخيل انت ليك ضربه جزاء ما يحتسبهاش تجيبها جون لانها سقطت لعيب النادي الاهلي ويلغي الجون وما احتسبلكش ضربه جزاء، احتسب خطا عليك وهمي. كان هذا الخطا المركب اضاع نقطتين تانيين للنادي الاهلي، يعني انت خدت 4 نقاط والاهلي فقد 4 نقاط يا خواجه. هي دي التجربه اللي انت بتقول الاهلي اتجامل فيها؟ ارجع بس. هو نسي، هو دلوقتي بيقول الكلام اللي الناس عايزه تسمعه. ليه؟ أيوة. سامع همهمه. سامع همهمه، واللي ساله سامع همهمه. عايز اقول لك على حاجه، لان برضو حته الرضع دي مهمه جدا والله. انا مش فاهم بس انت ليه، ايه حكايه الرضع دي؟ هاجي لها بعدين، بس عايز اقول لك انه يا خواجه اللي الفار عمله معاك السنة دي في التجربة التانية بتاعتك أو للموسم كله مع الأهلي ومع الزمالك، اخترنا نكرر، اخترنا نكرر ونعيد ونزيد، والتكرار يعلم الشطار يا خواجة بيشو. الزميل خالد طلعت الإعلام الزملكاوي عمل إحصاء كامل
لمين استفاد اكتر من وقائع الفار السنه دي؟ ده بالذات المره دي خالد طلعت في الاهداء الى الخواجه بيشو. نشوف الاهلي والزمالك قبل وبعد الفار. طيب بالزبط. الاهلي قبل الفار خد 6 ضربات، بعد الفار خد 6، يبقى تقريبا هو اهو. طيب قبل الفار ما اتحسبش عليه ولا ضربه جزاء، بعد ما طبقنا الفار في الدور الثاني اتحسب على النادي الاهلي 3 ضربات جزاء. تمام، فده بيدي مؤشر ان الفار شويه بقى خلى ان في ضربات جزاء تتحسب على النادي الاهلي. بعد الفار في 4 حالات طرد. بالظبط، قبل الفار كان حاله طرد واحده بس. العكس هنشوفه في الزمالك، الزمالك قبل الفار خد 5 ضربات جزاء، بعد الفار خد اكتر، خد ست. ضربات الجزاء عليه قبل الفار 3، اكتر بعد الفار قلوا بقوا 2 بس. ايوه بس مش ده حالات الطرد للزمالك قبل الفار 3، بعد الفار بقوا طرد واحد بس. أيوة. فالفار بعد ما اتطبق النادي الاهلي استفاد، يعني الزمالك استفاد من الفار استفاد أكثر؟ من الفار بشكل كبير. تمام، يعني سواء في ضربات الجزاء، في الطرد ليه، في الطرد عليه. تمام، الزمالك انا ده لا يعني لي اي شيء بالامانه، يعني الجدول الجاي ممكن يعنيك بقى. طيب الجدول الجاي ده بقى الملخص بتاع الموسم. ماشي. قبل الفار وبعد الفار. يلا، النادي الاهلي قبل الفار لعب 16 مباراه، 16 مباراه كلهم فوز. كسب 16 مباراه، مفيش تعادل، مفيش هزيمه، خد ال 48 نقطه كده زي ما نقول شافي متشافي، 100% من النقاط النادي الاهلي حصل عليها. تمام، الزمالك قبل الفار لعب 16 مباراه كسب 9، تعادل 4، خسر 3، خد 31 نقطه فقط بنسبه نقاط 64%. تمام، طيب بعد ما الفار اتطبق في الدور الثاني او قبل الدور الثاني بمباراه حصل ايه؟ النادي الاهلي اللي كان محقق 100% من النقاط 18 لعب 18 مباراه كسب منهم 12 بس، لانه حسم الدوري خلاص والموضوع بقى عادي. انت شايف كده ممكن يعني وفايلر مش مركز. طيب العكس يعني الاهلي بعد الفار بعد ما كانت نسبه نقاطه 100% بقت 76%. الزمالك العكس قبل الفار كان واخد 64% من النقاط، الزمالك بعد الفار خد 74% من النقاط. طيب الفرق بين الاهلي والزمالك بعد الفار من ساعه ما طبقنا الفار، الاهلي خد 41 نقطه، الزمالك خد 40 نقطه، فرق نقطه واحده بس بعد الفار. قبل الفار كان فرق 17 نقطه لصالح النادي الاهلي. ماشي، فالفار ادى شويه قوه للزمالك، خلى الدوري فيه منافسه شويه، نزل نتائج النادي الاهلي. هاخد من اخر كلام، الفار ادى شويه قوه للزمالك وقلل نتائج الاهلي. طب نتائج الاهلي قبل الفار كانت ايه؟ كلها فوز بنتائج ثقيله، لا يستطيع احد شكك في مباراه واحده من اللي كسبه من النادي الاهلي. فانت اتظلمت ازاي من الفار او الفار او يعني يا مستر باتشيكو يا صاحب التجارب العميقه في الكره المصريه؟ بص يا خواجه بيشو، الزمالك في مباراه المصري في الدوري المباراة انتهت، الزمالك كسب 1-0. وأنا هنا ما بتعرضش لفوز الزمالك، ما الزمالك أكيد حقق ماتشات كتيرة فوز عن جدارة وعن استحقاق. لكن إحنا بنتعرض للخواجة بيشو اللي ما بيقولش الحقيقة في الكلام الافتراء اللي قاله على الأهلي وبطولاته. في مباراة الزمالك والمصري، الزمالك كسب 1-0. تعرف يا خواجة بيشو في الماتش ده لو أفكرك الكابتن أمين عمر حكم المباراة، ضربة جزاء احتسبها الغاها الفار ضد الزمالك. الحكم احتسبها، الفار الغاها واكدها الكابتن احمد الشناوي خبير التحكيم. يا خواجه اللي بتشتكي من الفار الاهلاوي، شوف احمد الشناوي، شوفوا الاعاده بقى. هنقف هنا، الكوره بتتشاط وبعدين هترجع بقى نشوف الحاله. ما بيقع محمود علاء كابتن؟ لا ما بيقعش، ما هو بيقع، هو بيقع ايده الكوره جايه في انهي ايد؟ ام بالانس خلاص. لا بس ايديه ايوه ماشي. يا كابتن القانون ادى ميزه لما اللاعب بيجي يسقط على الارض، الايد اللي هي سبورتر لو جت فيها اللي هي حامله جسمه لا يعاقب. هي جايه في انهي ايد دلوقتي؟ هنشوف دلوقتي في الحركه التصويريه دلوقتي. بص مكبرة. بص الايد، الايد بتروح فين؟ بص الايد حتى هو بيقع. لا يا كابتن، لا لا ماليش دعوه، ايد دي ثانيه، هو على ايد ودي الايد الثانيه. لا يا كابتن ايا كان، خلاص هنا الشكل ده بالايد ده بالشكل ده تبقى ركله جزاء، لمسه يد، هو مش لازم ركله جزاء. ها اترضيت يا خواجه ولا لا؟ دي واحده بس اللي جاي كتير بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين ومتسليين مع الخواجه بيتشو. الحقيقه عايز افكروا انه في مباراه حرس الحدود اللي كانت مهمه جدا للحرس، الحكم ما احتسبش ضربه جزاء واضحه جدا لصالح الحرس،
لو كان في وقت كنا هنفرجكم على الخطأ واستديوهات التحليل، بس مش بتاعتنا. في مباراة النهائي الأفريقي بقى الأهلي والزمالك اللي الخواجة بيشو خسرها، الزمالك شكك في لعبة بن شرقي مع أيمن أشرف داخل المنطقة وقال لك ضربة جزاء، والكل أجمع إنه الخطأ كان موجود في البداية من بن شرقي هو اللي شد أيمن أشرف. كابتن ياسر عبد الرؤوف خبير التحكيم يا خواجة بيشو الكلام ده قاله في قناة الزمالك مش في قناة الأهلي، على فكرة نفس الكرسي اللي أنت كنت قاعد عليه وأنت بتتهم الأهلي دلوقتي، ونفس السؤال من نفس الشخص، ونفس السؤال من نفس الشخص يا خواجة. الكرسي اللي أنت قاعد عليه لو فكرك هيقول لك لما الكابتن ياسر عبد الرؤوف قاعد عليه قال إيه، نفكرك. الحالة الجدلية وهي حالة سقوط بن شرقي داخل منطقة الجزاء، وهل هي مخالفة على بن شرقي ولا ركلة جزاء؟ لو كان عندنا ماتيريال كنا هنبين مكان مصطفى فين، كان واخد من مكان هاي الحقيقة شايف منه. طبعا الكرة هنا اللي قدامنا ان هي بين الاثنين، ولكن اللي بدأ باستخدام الذراع هو مهاجم الزمالك. فهو في الحالة دي هو دي اللقطة اللي هو شافها وبنى عليها قراره ان هي انذار. بعد كده هفكر حضرتك بحالة كان ماتش الرجاء والزمالك مع احمد عيد، وحصل بعد كده ان المهاجم بتاع الرجاء هو اللي خد احمد عيد ونزل بيه، ده الشكل اللي بعد كده اللي حصل. يمكن لو معانا صوره، وقبلها كمان في حاجه تانية، استخدام الذراع من بن شرقي كان في وجه يعني انت في اعتقادك ان لو مش ايد بن شرقي سبقت في الاول كنا هنتكلم في التحام طبيعي، كنا هنتكلم بعد كده ممكن في اعاقه من لاعب النادي الاهلي. هنا بقى من هنا ولكن لحد هنا هو بنى رايه على الاولانيه، المخالف لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو بن شرقي. بعد كده بدات المخالفه تتحول. تمام، حتى في اللقطه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي السقوط ده كان سببه ان بن شرقي ماسك دراع ايمن اشرف اللي طلع علشان يعوق ضربه جزاء، ومصر كلها قالت ضربه جزاء. معلش يا كابتن طارق، قالوا ضربه جزاء. معلش يا كابتن طارق، انا معلش انا ليك رايك بس انا بصراحه مش مقتنع. انا لما بتكلم بصوره تمام، انا الصوره اللي عندي الصوره الاولانيه ان بن شرقي هو اللي بدا ان هو يستخدم ذراعه، اللقطه الثانيه ان الكوع بتاعه او ايديه في وجه المدافع، ده اللي هو شافه وده اللي هو حسبه. معلش يا طارق، انا بعتذر، ما كانش نفس المحاور ولكن يعني نفس الذهنيه الكرسي الذهنيه يعني. بيجادل الراجل الحكم بيقول له ما هو ادي الدفعه من ورا وادي الجذبه من قدام استمر، لكن هو عايز يتغاضى عن الفاولات اللي عملها بن شرقي ويكمل من بعديها بقى انه وقع بيه. طب ما هو الثاني ماسك ايده، لو وقع اللاعب الاهلي هياخد معاه الراجل اللي ماسكه اللي واخد ايه. صحيح. اذا مش فاهم تجاربك في وريتك ايه. احنا بقى بنوريك عشان يمكن ما حدش بيفرجك على الحاجات دي. هو طبعا ما حدش بيفرجه. هو شايف متعرض لاتجاه واحد فقط، ما تقلوش حتى الراجل اللي كان قبل منك اللي هرب كرتون ده وفسخ عقده في اخر مباراه ادارها للاهلي والزمالك، الحكم الكروات اللي كروت الامور بسرعه كما اريد لها وهي 2-1، وكرة وليد سليمان اللي لا يمكن لأي حد ما يحسبهاش ضربة جزاء، ما حسبهاش لا فول ولا بره ولا جوه ولا أي حاجة ولا تمثيل حد ولا إدى وليد سليمان حتى إنذار، وكأنه الواقعة دي بالذات ما حصلتش، لا يمكن. والنتيجة 1-0 وقتها. ده الأهلي يا خواجة بيشو، لكن كمان الزمالك في كاس مصر كان لم ينجح لعب الكوره دي فيها طرد. ايوه، مش بس ضربه جزاء، تخيل دي لو اتحسبت كانت الماتش نتيجته تبقى ايه. صحيح. في مباراه سيطر على كل ارقامها النادي الاهلي، كل ارقامها الاهلي. انقل في كاس مصر الزمالك بيلعب مع سموحه، فاز الزمالك 2-1 في الاسماعيليه بعد وقت اضافي وضربه جزاء صحيحه باتفاق الخبراء لم تحتسب لسموحه، وطلع المهندس فرج عامر قال جاي. الجيش في قبل النهائي لكاس مصر الزمالك خسر 3-1، خطأ مباشر ببطوله. الغى الحكم محمود البنا هدف للزمالك من تسلل، وضربه جزاء الغاها الفار لعدم صحتها مع احتساب ضربه جزاء للجيش صحيح، ده الفار يا خواجه. لكن المهندس عدي سالني سؤال، هو ايه حكايه الرضعه؟ ده المهم بقى، لانه ده راجل خواجه، وكتير من الخواجات اللي بيجوا عندنا بنلفهم في لفتنا ونمشيهم في سكتنا.
فيتخلوا حتى عن ثقافتهم وموضوعيتهم. فكره ان انا عايز اقول لكل الناس الرضعه ان الاهلي وحش، والاهلي زي ما تامر امين قال الاهلي بيكسب بالحكام، قال لك وكانه كل حكام الكون مرتشيين في افريقيا والخارج والداخل، وابدا اقول لا اصله الدوله بتساند الاهلي، اصله اتحاد الكوره، واتحاد الكوره على راسه اشد الناس زملكه على سطح الارض، لكن يحسب له زي ما قلت لكم. هاني العجيزي واحد من الناشئين اللي كان في الزمالك وجه النادي الاهلي. فاكرين وقت لما جه ولعب في الفريق الاول للنادي الاهلي كشف على انه ايه كانت الرضعه اللي بتعطى للناس علشان تكره الاهلي قبل ما تحب ناديها وتعيش المظلوميه، فتعيش المظلوميه وتفضل في نفس الكهف ده على طول. وده المشكله ودي الخطوره اللي هنتكلم عليها بس لما نسمعكم هاني العجيزي. وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكنه في النادي الاهلي. انت شايف بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي؟ بالظبط. وخلي بالك مش انا لوحدي، يعني اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا نكون صريح، انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا. يعني انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده نادي مش عايز اقول لك بقى. يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. وهي دي الرضعه، تربى على كراهيه الاهلي. تخيل ان انت لما يبقى منهجك الناشئين بتاعتك ما تستغربش على سلوكهم، ما تستغربش على عدائيتهم بعد شويه ناس كتير منهم، لان دي الثقافه اللي بتتكون عندهم. ما بيزرعش عنده عقيده الفوز، يعني الاهلي منشغل بزرع عقيده الفوز في ناشئيه، اللي لما تشوف كيف تتحقق كثير من بطولات الزمالك تجدها باقدام لاعبي الاهلي، حسام ابراهيم قبليهم، ايمن منصور، وجمال عبد الحميد، وزكي عثمان، تاريخيا تعرف ان فعلا بيستفيدوا من زرع ثقافه الفوز عند انشغل زرع ثقافه الكراهيه، مش لاعب كل ما بيكره المنافس إنه لا يشعر المظلوم. انا باصص لها من زاويه ايه، لاعب بيبقى مبني على ثقافه الفوز والتاني شاعر انه مظلوم على طول، هتاخد ايه من ده؟ ولذلك دايما يتقال لك لعيبه الزمالك عندنا احسن لعيب، عندكم احسن لعيب، هيقولوا احسن مناخ انهم ازاي يكسبوا مش ازاي يكرهوا الاهلي. وبعدين يا خواجه بيشو، مسيرك هتمشي، بس لما تمشي هفكرك الناس اللي قبلك لما مشيوا من مصر قالوا ايه على النادي الاهلي، هم كانوا ما بيشتغلوش في الاهلي، كانوا بيشتغلوا في الزمالك، سواء بلدياتك في نجاده او الخواجه ميتشو. اسمع يا خواجه بيشو. Dear respected sport friends, wherever you are and whatever you do, I would like to use this opportunity to respected sport opponents Al Ahly Cairo Egypt to congratulate them upon 20 years since being voted the best team of the 20th century. Sincere congratulations, Mabruk, to all of you, supporters, management, players. Wishing you really all the best. Good luck. Dear friends in Egypt, Al Ahly Club. 20 years ago, Al Ahly was considered the club of century in Africa. For sure, was a great moment, and during the time, and as a sportman and following everything about football, about general in sport and special about Egypt, because Egypt is my second country, I'm sure that the pride of that achievement is something that can be felt for an Egyptian people, because this means that Egyptian football is great, because as a great team, as a great club,
and also as a great national team. طيب الاثنين مدربين بيتكلموا على الاهلي بكل احترام وكل انصاف، وان ازاي نظامه ومكانته، وهما بياكدوا على هذا الكلام. دول مشوا من فتره يا خواجه بيشو، اللي قبلك اللي كان لابس التريننج اللي حقق مكاسب في الموسم ده كارتيرون الفرنسي، اشتغل في الاهلي واشتغل في الزمالك، ولما سافر يشتغل في السعوديه قبل ماتش الاهلي والزمالك الاخير قال الكلام ده. الاهلي نادن على الطراز الاوروبي ده، بالفكره على فكره قالوا لجريده عكاظ السعوديه، الاهلي نادن على الطراز الاوروبي ونجاح الزمالك في وجود مرتضى منصور معجزه. لكن اللي يهمنا كلامه عن الاهلي، لانه كمان حتى قالوا لمجله فرانس فوتبول، القاهرة هي المركز في مصر، يوجد أندية كثيرة ولكن الأكثر أهمية حقا الأهلي والزمالك، عن الاختلافات بين الناديين لأنه درب الفريقين قال إنهما كيانان مختلفان. نلاحظ ذلك بوضوح مع شخصيتي مرتضى منصور في الزمالك ومحمود الخطيب في الأهلي. أنا سعيد لأنني تمكنت من عيش لحظات رائعة مع كليهما. الأهلي ناد على الطراز الأوروبي ورئيسه يحقق له كل ما يسعى إليه. الاهلي نادن على الطراز الاوروبي، ده كلام كارتيرون يا خواجه بيشو. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.